هذا التأثير برأيي هو الأفضل على الإطلاق. الجسم في الأمام يبدو منحنياً بشكل دائري، لكن بالنظر لانعكاسه في المرآة في الخلف نراه مضلعاً. أما عندما نقوم بتدوير الجسم، ينعكس الأمر. إن كان مضلعاً في الأمام، فمن الخلف في المرآة يبدو دائرياً. لقد أذهلني بالفعل. البشر على قناعة بأن حاسة البصر لدينا تعكس الواقع بشكل مثالي، ونحن ننسق حياتنا وتصرفاتنا تبعاً لذلك. لكن ما العمل عندما تفشل عيوننا في تحقيق هذه التوقعات؟ عادة ما أتخيل أنه في حال اضطررت إلى التخلي عن إحدى حواسي، أي حاسة سأختار؟ لن أختار حاسة البصر، لأن هناك الكثير من الجمال في العالم. يرتكز عملي في القدرة على الرؤية بوضوح، مثل التحليلات المجهرية وما شابه، كما أن تأويل الصور التي نقوم بصناعتها يعتمد عليه كلياً. لا أستطيع تخيل كيفية تحقيق ذلك بدون البصر. أعتقد أن البصر هو الحاسة الأجمل لدينا، حيث يمكننا إدراك جمال الطبيعة، ويمكنك إدراك جمال الأعمال الفنية ومحيطنا والبيئة، وهذا يتفوق على سماعها فقط بالتأكيد. تمت دعوتي إلى مدرسة للمكفوفين في الهند، ويومها عبر معظم الأطفال في الصف عن رغبتهم بالمزيد من الاستقلالية. وبما أن هذه التطبيقات موجودة على هواتف ذكية، بإمكانهم اختبار العالم خلال سنوات قليلة بشكل أكبر مما لو لم يستخدموا هذه التطبيقات. رجل الكهف لم يرد القراءة، لم يعتبر ذلك خياراً، لم يكن لديه تلفاز، لذا لدينا متطلبات جديدة ولدينا توقعات جديدة، لكن نستطيع الالتجاء إلى وسائل سهلة ورخيصة الثمن لتحقيق بعض تلك المتطلبات. صناعة البصر الاصطناعي أو البصر الإلكتروني الحيوي كان دوماً حلم البشرية. جوردي لافورج من ستار تريك، أنت تضع نظارة وتزرع لك رقاقة إلكترونية وفجأة تبصر مجدداً. في الواقع كان ذلك بالتأكيد إلهاماً لاستعادة الشباب. من المذهل حقاً أن نرى مريضاً استعاد بصره فجأة بعد أن كان ضريراً لفترة طويلة جداً. إنها لحظة مؤثرة جداً، وهي تؤثر بي شخصياً أيضاً. لمسعى البصر الجيد قيمة كبيرة بالنسبة إلى الناس، وهم مستعدون لفعل الكثير مقابله. عندما نفتح عيوننا، الألوان والتفاصيل والحركات تغزو حاسة البصر لدينا بمدى واسع يبلغ 214 درجة. يستطيع البشر رؤية 20 مستوى إضاءة يتراوح بين الساطع جداً والظلام الحالك تقريباً. وفي الوقت الذي يصل فيه الإنسان لسن 80، يكون قد التقط ما يصل إلى 830 مليون صورة من خلال طرفة العين فحسب. يضفي الدماغ على حاسة البصر القدرة على التكبير الخارق. يمكن إدراك التفاصيل البعيدة بشكل منفصل عن الصورة الكبيرة ذات المدى الواسع، وخاصية المرشح تعمل على فصل التفصيل المهم عن البقية. لكن بغض النظر عن لون أو شكل عينيك، تبقى الوظيفة واحدة، يسقط ما نراه على الشبكية، ويعبر الضوء من السطح إلى عدد كبير من الخلايا المستقبلة المسؤولة عن رؤية السطوع واللون. المزيج من النبضات يتم نقلها للدماغ من خلال حزمة عصبية من نحو 1,200,000 ليف عصبي. العيون هامة ليس للبشر فقط، حيث إن القدرات البصرية بأشكالها المتنوعة قد ساهمت في بقاء الكائنات وتطورها الناجح في الماء أو على اليابسة لمليارات السنين. أن تكون للكائن عين هو مفهوم مذهل بالتأكيد، كان لها أثر طاغ في التطور. تطورت الخلايا المستقبلة، ونحن نتكلم هنا عن العيون البسيطة، في مرحلة مبكرة جداً من التطور، ومن ثم تم تنقلها على شكل خلايا عصبية خضعت لتحول جذري. من بين المجموعة الهائلة التي تتم دراستها في متحف التاريخ الطبيعي في برلين، قنافذ البحر لا تبرز على الفور كشكل حياة يعتمد على حاسة البصر في موطنه الطبيعي، أي المحيطات. يعرف الجميع ماهية قنافذ البحر. عندما نجد هيكلها العظمية على الشاطئ، غالباً نجد الهيكل الكلسي فقط، أو الصدفة الكلسية. عادة هي تشكل الأشواك الثابتة في الحيوان الحي، وتوجد بينها أرجل صغيرة متحركة،
وهذه الأرجل الصغيرة تستخدمها لتثبت نفسها. توجد في نهاية هذه الأرجل أكواب شفط والتي تستخدم للتشبث، كما يوجد على قمة أكواب الشفط هذه عدد من الخلايا البصرية والخلايا الحساسة للضوء والتي يمكنها ترجمة الإشارات الضوئية إلى نبضة عصبية. حتى مع حاسة بصر ضعيفة فإن قنافذ البحر تستخدمها لمصلحتها. البصر هام لقنافذ البحر، وهو هام من ناحيتين اثنتين. الأولى هي القدرة على الاختباء عند طلوع النهار مثلاً، فالعديد من قنافذ البحر ليلية وتفضل الانسحاب عندما يزداد الضوء. عندما تلاحظ أنه يزداد سطوعاً من خلال الخلايا المستقبلة والخلايا الحسية كتلك، تذهب لمكان ما للاختباء، ويجب أن تتمكن من تمييز الفرق. والشيء الثاني الذي تحتاج إليه من أجله هو تجنب أن تفترس، لأن المفترسات الكبيرة كالأسماك ترغب بالتهام القنافذ، لكن إن رأى قنفذ البحر ظل السمكة فسوف تسنح له الفرصة للانسحاب، وذلك من خلال تمييز صورة ذلك العدو إن صح التعبير. رغم التغيرات الهائلة التي طرأت على أشكال الحياة لملايين السنين، الرؤية التي تتم عادة من خلال عينين ظلت ثابتاً هاماً حتى في أكثر الكائنات تنوعاً. من خلال الرؤية أو حتى من خلال أعضاء العين الأكثر تطوراً، يمكن للكائن تمييز الأشياء وأنواع الفرائس والأعداء والشركاء والأوضاع الخطيرة. تعتمد حيوانات كثيرة على حاسة الشم، والعديد منها على الرؤية أيضاً، لديها ميزات بالتأكيد. إن أنا ككائن حي في حال تمكنت من الرؤية من مسافة بعيدة فريسة مثلاً أستطيع استهدافها، وتعد الطيور الجارحة الكبيرة التي لديها بصر ممتاز مثالاً جيداً. حاسة البصر للطيور الجارحة أقوى بكثير من البشر، إذ إن قوة شبكيتها أكبر بثلاثة أو أربعة أضعاف. المدى البصري والإدراك المكاني لديها يعتبر أوسع بكثير بفضل الرؤية الجانبية الإضافية، يمكنها تمييز الألوان بالكامل. من خلال عين النسر الثاقبة تستطيع الطيور الجارحة أن ترصد فريسة بحجم الفأر من مسافة تتجاوز 3 كيلومترات. العين تعد أداة مثالية للصيد، يستخدم البشر حاسة الرؤية الملونة والمفصلة من أجل العيش والبقاء أيضاً، لكن مع التقدم في السن حاسة البصر تتلاشى. لقد تضاعف متوسط العمر المتوقع خلال الأعوام 150 السابقة. العيون ليست مهيئة تطورياً لأن تؤدي وظيفتها بشكل مثالي لفترات طويلة. في لندن يجري غلين جيفري أبحاثاً كيف أن تقدم الخلايا في السن ومن ضمنها الخلايا المستقبلة يكون مؤثراً. الميتوكاندريا، وهي من العناصر الهامة لكل خلية، معروف أنها تعد عاملاً رئيسياً في القدرة على الرؤية على مستوى جيد، والضوء الأحمر ذو الموجة الطويلة يلعب دوراً محورياً في هذا. يجب اعتبار الميتوكاندريا كبطاريات، هي بطاريات في خلاياك، لكن يمكن تقريبها من بطاريات السيارة كما يحدث مع بطارية السيارة بعد سنوات، إنها تضعف ويتسرب الحمض أحياناً ويضعف أداؤها. إذن توفر بطاريات الخلايا الطاقة للخلية كي تؤدي وظيفتها، ومع التقدم في السن أداؤها يتناقص، وفي نهاية المطاف بدلاً من توفير الطاقة قد تؤدي إلى الالتهابات وأيضاً لتسارع الشيخوخة، وهنا تكمن أهميتها. لذا فإن العديد من الأمراض مثل التنكس البقاعي، داء باركنسون، والكثير من الأمراض العصبية الأخرى قد يكون سبب أو أساس الإصابة هو حصول خطب ما في الميتوكوندريا. في دراسة بحثية بقيادة غلين جيفري تم إظهار تأثير الضوء المحتمل على الميتوكاندريا وبالتالي على الأحياء. نحل طنان ونحل عادي شلت حركتهما بالمبيدات الحشرية. إنهما في حالة شلل، ستبقيان على هذه الحالة وستموتان من الجوع. حسناً، هاتان هما النحلتان. نفس النحلتين وقد شلت حركتهما، لكن فجأة عند تعريضهما إلى الضوء الأحمر تبدأ فجأة قرون استشعارهما بالحركة. الحركة غير متناسقة، لكنهما قادرتان على الحركة بالتأكيد.
وهذا ليس تأثير الدفء بل حالة الإنعاش القلبي. إذن لقد قضينا نحو 8 سنوات بل ربما حتى 10 سنوات في محاولة فهم آلية عمل ذلك. إن استطعنا إخبار الناس بسبب فعاليته، إذن قد يصدقوننا عندما نقول ربما نستطيع. ربما نستطيع أن نخفف تأثير الأمراض، بل والأهم من ذلك قد نستطيع التأثير في عملية التقدم في السن. إيقاف أو عكس تأثير شيخوخة الخلايا من خلال ما يمكن التعبير عنه مجازياً بإعادة شحن الميتوكاندريا هو جزء من دراسة يخضع فيها الناس للعلاج بالضوء. تتلقى الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين الأمواج الضوئية وتحولها إلى نبضات كهربائية. الميتوكاندريا في الخلايا التي هي هامة لذلك تفقد أداءها الأمثل بشكل دائم. الضوء ذو الموجة الطويلة مخصص لتحسين هذا الأداء، وكل المطلوب كعلاج لهذا هو مصدر ضوئي للضوء الأحمر المناسب. في معهد طب العيون في لندن حيث جيفري يعمل، تتم دعوة متطوعين لقياس قدراتهم وثم معالجتهم بالضوء المناسب ضمن الدراسة. الأضواء الأخرى التي تصطدم بالعين لها تأثير سلبي في الميتوكاندريا أيضاً. العواقب قد تكون خطيرة. إذن هذه صورة لطيف ضوء النهار. حسناً، هذا الشيء في الخلف، الضوء الأحمر وقائي، والضوء الأزرق بحدود 400 نانومتر. إنه مضر جداً للميتوكاندريا. أحياناً نجلس خلف الزجاج أو أحياناً في غرفة من دون نوافذ، حتى الثنائيات الباعثة لديها ذروة لأطوال الموجات هذه، والميتوكاندريا تمتص أطوال الأمواج التي تبلغ 420 نانومتراً تحديداً، وهو في الذروة تقريباً، وهذا مضر جداً. قبل علاج الشبكية بضوء ذي موجة طويلة يتم فحص قدرات العين الخاصة، وذلك من أجل الحصول على مقارنة موثوقة لاحقاً. حسناً، الصفة الرئيسية التي تميز الشبكية أن عدد الميتوكاندريا في الشبكية أعلى من أي جزء آخر من الجسم، والميتوكاندريا في شبكيتك تحترق بمعدل سريع جداً. إذا هناك سبب طبيعي يجعلنا نتجه إلى الشبكية، وهو وجود عدد كبير من الميتوكاندريا، وهي تستهلك الكثير من الطاقة وتتدهور سريعاً. ولكن أيضاً توفر الشبكية إمكانية وصول بصرية، أدخل الضوء إلى الشبكية بسهولة أكبر من إدخاله إلى الكبد. لتمكين المتطوعين من علاج أنفسهم باستخدام الضوء المناسب منزلياً، الباحثون حولوا الأجهزة اليومية إلى أدوات علاجية. إنها حقاً أجهزة بسيطة جداً، لكننا لا نحتاج إلى جهاز معقد، مجرد مصباح عادي ألصق عليه قطعة من أنبوب ماء ومرشحاً، وسيعمل بشكل ممتاز رغم أن تكلفته منخفضة جداً، ولا يتوجب عليك إبقاء عينيك مفتوحة لأن هذه الأمواج الطويلة تخترق الجفن مباشرة، لكن سيعمل جهاز كهذا حتى لو استخدم مرة واحدة ل3 دقائق على تحسين وظيفة الشبكية ل4 أو 5 أيام تقريباً. إن استطاعت المصابيح الكاشفة البسيطة أن تساعد الناس في تحسين الرؤية فسيعتبر ذلك نجاحاً. تقريباً ألوان الحياة مجرد ذكرى لديتار آرت. التقيناه في ملعب المدرسة حيث عمل لسنوات طويلة. هو أيضاً قريب من منزله. أشعر بالسعادة أحياناً لأنني متقاعد. ثم حصل هذا. ثم أصبت بالمرض. عمل التنكس البقعي الجاف على تدمير رؤيته المركزية بشكل تدريجي، من ضباب أغبش إلى سواد كامل في مركز مدى رؤيته البصري. إنها عملية تدريجية ولا تحصل فجأة، بل ببطء شديد. العميان تقريباً أشخاص أمثال ديتر آرت عليهم الاعتماد على المساعدة. لا يوجد علاج معروف لهذا الشكل من المرض حتى الآن. التنكس البقعي مرض شائع الانتشار. هناك أكثر من 1,000,000 شخص مصابون بضعف البصر في ألمانيا بسببه، وتحيط به هالة من اليأس. قد توفر رقاقات العين الحيوية الأمل، وهي مزيج من البنى التقنية وبنى التنشؤ الداخلي، علاج بالترانزستورات بدلاً من الأدوية.
إنها في الواقع شيء مميز جداً، فهي في الزراعة أول زرعة تم تطويرها لعلاج التنكس البقعي الجاف، وهذه الرقاقة الآن تعد من أحدث التطورات لتمكين المرضى من الاستفادة من الرؤية الحيوية برقاقات إلكترونية والتي تزرع داخل العين. وفي حال نجاحها سيمنح المرضى فرصة للمرة الأولى للانتقال من العمى شبه الكلي إلى القدرة على القراءة مجدداً. يريد ديتر آرت أن يجرب الجراحة التي قد تحسن بصره بنسبة 40%. لشخص يرى 10% هذا كثير. يتم تطوير الرقاقة الحيوية في باريس بشكل رئيسي، ورالف هورنيغ هو المشرف الرئيسي على الدراسات السريرية. بما أنه لا يمكن استعادة الرؤية بشكل كامل، نقاط التركيز في الرؤية التكنولوجية الحيوية يجب موازنتها بدقة. ما الذي تراه العين وما الذي يدركه الإنسان؟ لا يقتصر البصر على رؤية الصور وإدراك البيئة المحيطة فقط، الرؤية تتعدى ذلك، فهو استقبال المشاعر وخلق التواصل الذي يلعب دوراً هاماً. عندما أرى بيئة كهذه أشعر بالسعادة حيال مظهرها، ولا أرى الطريق الذي علي أن أسلكه فقط. ونحن نتفاعل مع ما نراه ويعلق بذاكرتنا. الكثير من المعلومات تصل من خلال العين إلى جهازنا العصبي المركزي. نحن نعتقد أنها مجرد مدخلات للمعلومات البصرية، لكنها تتعدى ذلك، فهي مشاعر أيضاً. وكمثال، عندما أتكلم مع شخص ما أرى ذلك الشخص، أرى عينين اثنتين وفماً وأنفاً، لكن ما أتلقاه يفوق ذلك. أرى تعابير وجه الشخص في الجهة المقابلة وكيفية التواصل مع الشخص، أرى إن كان سعيداً أو إن كان حزيناً، وهذه التفاصيل بالغة الأهمية لنا كأشخاص مبصرين. بالإمكان خداع البصر أو الرؤية كنظام متكامل، يمكن خداعه بالخدع البصرية. ماذا نسمي شيئاً غير متوافق مع أنماطنا وتجاربنا المعتادة؟ إدراكاً مغلوطاً؟ يمكن القول إن الإدراك المغلوط ليس وهماً، بل هو حس بالوهم في الواقع. وبهذه الحالة يمكننا الاستفادة من الأعمال التي تقدم تمثيلاً يسمح لنا باختبار نوع مختلف من الحقيقة، والذي يمكن اعتباره حقيقة بعد ذلك. الخداع البصري هو إزعاجات للعين وحاسة البصر. عندما يواجه الناس عروضاً أو أعمالاً فنية تتحدى حاسة بصرهم ولا يستطيعون تفسيرها وتخلق صورة جديدة للمألوف، فهم يرفضونها سريعاً على أنها وهم. يعتقد المرء عادةً أنه يعرف نفسه جيداً وتعلم أن يثق بنفسه وبحواسه، لكن العكس هو الصحيح في الواقع، وهو أنه لا يمكنه الوثوق بنفسه وبعينيه كثيراً. المساحات والأشكال الهندسية تقلب المألوف رأساً على عقب. نحن نقنع أنفسنا دائماً بأن ما ليس موجوداً ليس شيئاً، هذا ما يدعيه دماغنا، وهو نوع من الخداع الذاتي. لذا ينجح الخداع البصري بشكل هائل في استخدام وسائل مثل الهندسة الفراغية والظلال والمرايا لخداع العقل البشري. وفي الوقت نفسه، الخداع هو في الوقت ذاته تحديات وفضول وغرائز تتطلب منظوراً جديداً كلياً، حيث الشخص المخدوع يريد أن يعرف ما المختلف ولماذا. يجرب البشر أشياء جديدة لكي يتعلموا منها. هذا يدفع الناظر إلى تدريب حواسه قليلاً وإلى الشك في نفسه وتجريب الأشياء، وهذا حماسي جداً، إنه بمثابة تدريب للدماغ. تعلم آلية عمل شيء أو سبب اختلاف هذا الشيء هو جزء من غريزة البقاء. يتم تحدي الإنسان لكي يتعلم بنفسه كيف يمكنه تصنيف بيئته بشكل مثالي، ومن هذا يتعلمون مثل تعلم لغة جديدة
لكن تتغير الحقيقة الشخصية عندما تغير المفاهيم الراسخة معناها بشكل فجائي. نتلقى يومياً انطباعات لا تحصى من خلال عالمنا مما ننظر إليه، وتنقل العين كل واحدة من هذه الصور المستقلة إلى الدماغ. يعمل الدماغ من دون توقف لغربلتها وتصنيفها وفهمها. هذا هو المثير حقاً. يجب أن تعتبر العملية كتفكيكاً للصور يتم هدمها، ومن ثم يستفيد الدماغ من الانطباعات المألوفة جداً ويعيد بناءها كما نريد إدراكها، وهذا يخلق الوهم الذي ندرك بعدها أنه حقيقة. التحديات البصرية اليومية للبشر ترتبط عادة بحدة البصر، ومن السهل جداً تصحيحها من خلال أجهزة القياس والتحليل الحديثة، بالإضافة إلى النظارات تخضع العدسات اللاصقة إلى تطورات تقنية مستمرة. إنها مجرد معينات بصرية مريحة وتوفر بديلاً للنظارات بشكل ممتاز للقيام بأشياء لا تتناسب كثيراً مع وضع نظارة، كما أجد أن العدسات اللاصقة تمنحك حرية أكبر أثناء الحركة. تتمتع العدسات اللاصقة بخصائص مميزة تمنحها أهمية طبية كبيرة أيضاً. في حال تعرضت العين لأذية كبيرة، القرنية قد يصبح لديها سطح غير منتظم، وأحياناً يعاني هؤلاء الناس من ضعف شديد جداً في النظر ولا يستطيعون عد الأصابع، والعدسات اللاصقة أسفل سطح السائل الدمعي، وهذا السائل الدمعي يعمل على تسوية السطح غير المنتظم ويمكن هؤلاء الناس من استعادة حدة بصرهم جزئياً بنسبة تصل إلى 100%. النظر الجيد في معظم الحالات يرتبط بالسن. العين الشابة بالإضافة للخلايا المستقبلة التي بكامل طاقتها لم تصب بالكسل الميكانيكي بعد، يستطيع الشاب تعديل الرؤية من القريب إلى البعيد بشكل مثالي. أما العين المسنة فتصبح محدودة أكثر ولديها قصور بصري شيخوخي. لرؤية القريب والبعيد وليس بالاعتماد فقط على نظارات القراءة المتعددة البؤر، تلعب العدسات الخاصة بقصور البصر الشيخوخي دوراً هاماً. قد تدمج عدسات قصور البصر الشيخوخي اللاصقة قدرتين بصريتين أو ثلاثاً في عدسة واحدة منظمة في حلقات أو مناطق تعوض عن مد البصر المرتبط بالشيخوخة وأي قصور بصري آخر في المسافات القريبة أو البعيدة. أعتقد أن لدينا انطباعات طبيعية أكثر لصور عدسات قصور البصر الشيخوخي من المتعددة البؤر. قد لا أكون موضوعياً تماماً، لكن من وجهة نظري يستطيع أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي عند وضع عدسات قصور البصر الشيخوخي من دون وجود قيود على رؤية تلك الأشياء القريبة أو في المسافات المتوسطة. أتمتع بمدى بصري طبيعي أكبر، وهذا يشعرني شخصياً كمثال بأمان أكبر في الازدحام، كما أجد أيضاً تجربة الرؤية طبيعية أكثر من النظارات. مثل النظارات، العدسات اللاصقة التي لها عدة خواص تصمم بشكل ملائم لكل عين. الانتقال من النظارات إلى العدسات اللاصقة يغير أسلوب الرؤية وجودة الرؤية، لأنها تتموضع على القرنية مباشرة. تتضمن مزايا العدسات اللاصقة القدرة على القراءة جيداً وأيضاً الاحتفاظ بمدى بصري واسع. في حال كانت العدسة تؤدي دورها وكان الشخص معتاداً عليها، فإنه يواجه عدداً أقل من الأخطاء البصرية ومداً بصرياً أكبر بالمقارنة مع العدسات متعددة البؤر بسبب عدم وجود إطار. ومع العدسات متعددة البؤر وبعبارة أخرى، العدسات التقدمية مؤلفة من مناطق، وبالاعتماد على جودتها تكون أكثر أو أقل عرضاً، وهي تؤدي إلى عيوب بصرية عند الحواف، ويتم التخلص
منها لفترة طويلة. الفائدة هي الحرية وعدم الحاجة إلى وضع نظارة والقدرة على أداء المهام اليومية. يمكنك القيادة والعمل على الحاسوب والقراءة. الذين يتحملون العدسات طوال اليوم ل14 أو 15 أو 16 ساعة. أنا لا أواجه أي قيود حتى بالمقارنة مع النظارات القديمة. الأمور جيدة الآن، فأنا حرة ومستقلة بالكامل. نظر الأطفال أيضاً يتأثر ببعض المشكلات مثل حسر النظر، وهو قصر النظر الذي يلاحظه اختصاصيو البصريات وأطباء العيون بشكل متزايد في الشباب. خلال العام الماضي اضطر العديد من الأطفال للدراسة في المنزل والجلوس ليس فقط لأربع أو ست ساعات بل لثمان ساعات أو عشر أمام الكمبيوتر، ولاحظنا بوضوح أننا أصبحنا نقدم الاستشارات كل أسبوع تقريباً. كان الأهالي القلقون يجلبون أطفالهم الذين أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة قائلين لقد ساء بصره مجدداً أو لقد ساء بصرها مجدداً. قد يؤدي الحسر أو قصر النظر إلى بعض المشكلات الطبية. لا يعد قصر النظر مجرد خلل في الرؤية، بل إن قصر النظر هو عامل خطر كبير جداً مرتبط بشتى أنواع أمراض العين. ففي معظم الحالات العين المصابة بقصر النظر تصبح أطول من الطبيعي، لذا تتمدد كل بنى العين ومن ضمنها المشيمية المسؤولة عن توفير المغذيات اللازمة للخلايا الحسية، كما تتمدد الشبكية أيضاً. يتمدد كل شيء، وقد يؤدي هذا إلى مشكلات متعلقة بانفصال الشبكية. هذا أسوأ المضاعفات، وقد يؤدي إلى العمى في المناطق المصابة في حال عدم التصرف سريعاً، لكن أيضاً تقييد العملية الوظيفية للخلايا الحسية ببساطة قد تكون النتيجة. وليس لدينا معلومات كثيرة عن كيفية درء هذه المخاطر بوسائل بسيطة. من الضروري جداً للأطفال الذين لم يصابوا بقصر النظر بعد أن يقضوا وقتاً طويلاً في الهواء الطلق. أظهرت بعض الدراسات العلمية أن تأثير لعب الأطفال في الخارج لثلاث ساعات يومياً له نفس تأثير أي دواء أو أي عدسة تقويمية أخرى. الرؤية تخلق انطباعات وتمكنك من التعلم وتخزين الذكريات، لكن ضعف النظر يصيب أكثر من ربع سكان العالم، والأمراض التي تتضمن وتصل إلى العمى تصيب الأشخاص من كل القارات. بعض أمراض العين أصبحت أكثر انتشاراً، والأشخاص المسنون أصبحوا يصابون بها بشكل متزايد. التنكس البقاعي المرتبط بالسن AMD اختصاراً هو أحدها. في مؤخرة العين تحتوي بقعة الشبكية على منطقة الرؤية الأشد مع تركيز عال للمستقبلات، ومن دونها القراءة أو تمييز الوجوه غير ممكنة. المستقبلات والأنسجة المحيطة بها في منطقة البقعة تتغير بسبب التنكس، ويفقد المصاب القدرة على الرؤية تدريجياً. أورسولا الصوفي هي جزء من مجموعة دراسة زراعة الشبكية الحديثة، وهي تعاني من التنكس البقاعي الجاف. لاحظت الأمر أثناء القيادة. عندما حل الظلام عرفت أن هناك خطباً ما، وحينها قررت أنني لن أقود بعد الغروب ثانية. وهكذا اكتشفت الأمر. التنكس البقاعي في الواقع مرض يخشاه الجميع، حيث يختبر المرضى على مدى سنوات طويلة فقدانهم الرؤية المركزية. مجال الرؤية المحيطية يبقى سليماً، ولهذا السبب لا يصاب المرضى بالعمى الكامل حتى في المراحل النهائية. مثلما اختبرت أورسولا التنكس البقاعي، كذلك ملايين الناس تزداد الرؤية صعوبة كل يوم. حتى لو أمكن تعويضها في المراحل الأولى، يفقد المريض حدة البصر المركزي، وتختفي الأشياء الهامة مع الوقت أمام عينيه مباشرة، وتصبح الصور الجميلة عصية على الإدراك. Thank you.
ورؤية ملامح الوجه تصبح مستحيلة. عرفت أن علي تغيير حياتي بالكامل. تتغير الحياة بشكل جذري لأولئك المصابين ولعائلاتهم، كونهم غير معتادين على العمى بشكل كلي، حيث يصبح من الصعب عليهم أن يعيشوا حياة طبيعية بالاعتماد على أنفسهم. ديتار، هل تحتاج لشيء آخر؟ ومؤلم أيضاً لديتار آرت معرفة أن عليه الاتكال على زوجته على مدار الساعة. التنكس البقعي وتأثيراته قد يصيب أي شخص. في حال تقدمنا كفاية في السن، من المرجح أن نصاب جميعاً بالتنكس البقعي المرتبط بالسن، لذا من الضروري أن نجد حلاً للأمر. ولهذا السبب نحن نعمل على هذه الزرعات كي نعيد بعض الرؤية ونمنح المرضى ما يحتاجون. ديتار آرت قد يكون قادراً على إزالة الظلام بتلك الزرعة. زرعات شبكية أخرى تقدم رؤية إلكترونية حيوية قيد التطوير الآن، ومن المتوقع أن تجعل علاج أمراض الشبكية والعمى أمراً ممكناً. الشبكية ليست مؤلفة من الخلايا الحساسة فقط، بل أيضاً من العصبونات التي تعالج الإشارات الضوئية وتنقلها إلى الدماغ عبر العصب البصري. والخلايا الحساسة للضوء هي التي تموت أولاً في كل الأمراض تقريباً، وعند حدوث ذلك الشبكية لا تكون قد ماتت، بل لا تستقبل الضوء فحسب، أي تفقد التحريض الضوئي. لكن يمكن تحريض تلك الخلايا بالكهرباء مثل أي خلية عصبية أخرى، والمبدأ ذاته مع رقاقات الشبكية هذه. في حال لم يعد بإمكاننا تحريض الشبكية بالضوء، ما زال يمكننا تحريضها بالكهرباء. والآن كل ما نحتاجه هو مفهوم ذكي، وذلك لإيصال التيار إلى المنطقة الصحيحة بالنبضات الكهربائية المناسبة وبالطول المناسب. لذا نخدع الخلية العصبية لتعتقد أن هناك إشارة ضوئية آتية على الرغم من عدم صحة ذلك. بعبارة أخرى، يمكننا إلى حد ما استبدال الخلايا المستقبلة للضوء بالتحريض الكهربائي، لكن علينا جعل النسيج بكامله يحتملها كي يتم تحريض الخلايا الصحيحة بالتيار المناسب، وهذا هو التحدي. معهد فراونهوفر للهندسة الطبية الحيوية. هنا يتعاون الباحثون مع كيري، معهد البحوث التابع لعيادة زولتسباخ العينية، للبحث عن حلول لتطوير زرعات ناجحة وظيفياً ومتوافقة مع العين. الرقاقات الكهروضوئية صممت بحيث تحول الضوء إلى نبضات كهربائية واستبدال المستقبلات الضوئية المعتلة. الرقاقات ذات التصاميم الفردية التي تصنع في غرف الشركة النظيفة قد تكون صغيرة، أما زرعة التنكس البقاعي فهي مسطحة وكبيرة الحجم. بالاعتماد على الصورة السريرية والمهمة المنفذة، تنتج أكبر صورة ممكنة من الرقاقات ذات البنى المولدة للنبضات بسماكة بضعة ميكرومترات فقط، وتتم زراعتها في العين خلف أو على الشبكية. هناك يجب أن تتمكن الأغلفة الرقيقة من تحويل الضوء إلى نبضات كهربائية لمدة طويلة وبشكل موثوق. بالتحديد تتم دراسة التوافق بشكل موسع. كيف للرقاقات التي طبعت عليها البنى أن تتحمل سوائل الجسم العنيفة؟ يختبر معهد فراونهوفر الزرعات في المختبر لمعرفة ما إذا كانت تتفاعل بشكل إيجابي حصراً في العين. أما باحثو مختبرات كيري التابعة لعيادة زولتسباخ العينية، أبحاثهم متقدمة أكثر. بالاستعانة ببنك أنسجة من تبرعات بشرية يمكن اختبار التوافق. عند التبرع يمكن أيضاً منح الموافقة على التجارب، وبالاستفادة من هذه الموافقة نحن في كيري يمكن أن نستخدم بقايا العيون من أجل إجراء الأبحاث وتطوير علاجات جديدة مناسبة للبشر. العيون في حجرة التبريد يتم تجهيزها من أجل الاختبارات الوظيفية والتوافق، وتتم زراعة الرقاقات فيها.
تصميم الرقاقات وأساليب الزراعة بهذا الشكل لها تطبيقات عملية وواقعية على البشر. البحوث التعاونية المرتبطة بالرؤية الإلكترونية الحيوية بمساعدة التكنولوجيا قد تخلق تحسناً للمرضى الذين لا يملكون إلى الآن أي خيارات علاجية أخرى تمت الموافقة عليها. معالج ميكروي آخر أثبت نجاحه في العين بالفعل، وهو حساس الضغط داخل المقلة لمرضى المياه الزرقاء. المياه الزرقاء هي من الأمراض التي قد تؤدي إلى العمى، لكن يمكن التحكم فيها بشكل منتظم بقياس ضغط العين لتلك الحالة لدى الطبيب، وذلك بتعديله بالأدوية. يمكننا منع الإصابة بالعمى، لكن أن يعتمد كل شيء على معيار يمكن قياسه 4 مرات سنوياً، وكمثال مرة كل ربع عام لدى الطبيب. بالطبع هذا غير كاف، فلن يرضى أي مصاب بداء السكري أن يقيس نسبة السكر في دمه 4 مرات سنوياً فقط. هذا يعني أننا بحاجة إلى عدد أكبر من القياسات، وهذا مجدداً هو الحلم الكبير. لماذا لا أستطيع قياس الضغط بنفسي؟ هدفنا إذن هو منح المرضى القدرة على قياس الضغط بأنفسهم. من المتوقع أن تستخدم زراعة الرقاقات كعلاج بسيط لمرض المياه الزرقاء واسع الانتشار بعد استكمال الدراسة. في الواقع تم تصميم هذه الرقاقة بحيث إنه في المستقبل يمكن حقنها تحت الجلد خلال 3 دقائق عبر جراحة بسيطة لا تتطلب البقاء في المستشفى. الرقاقة يجب أن تتواصل، ولهذا الغرض يتم تزويد المرضى بقارئة تستطيع قراءة معدل الضغط داخل المقلة في أي وقت من دون اللمس. إن حصلت على قراءات ضغط خارج النطاق الطبيعي أو ارتفاعات كبيرة متكررة في الليل، يمكنك إرسال النتائج إلى طبيب العيون المشرف عبر الإنترنت، وفي المرة التالية عندما تأتي للفحص يمكنه أن يغير العلاج، ليس بالاعتماد على قراءة واحدة للضغط بل على نحو 500 قراءة للأسابيع 8 الأخيرة، وسيتمكن من اتخاذ قرارات مبنية على وفرة المعلومات بشأن إجراء جراحة أو أي قطرة عين يحتاج من أجل إعادة السيطرة على المياه الزرقاء. دعم إلكتروني لحماية بصر البشر. أما لأولئك الذين فقدوا بصرهم فالرؤية الافتراضية قد تكون مفيدة لهم. في لاهاي تقدم شركة ناشئة وسائل مساعدة حديثة للأشخاص المصابين باضطرابات بصرية، تقنيات افتراضية للاضطرابات البصرية. من التجربة الشخصية التي اكتسبتها في الهند، كنت قادراً على الوصول لحقيقة أن العديد من المصابين بفقدان البصر يعيشون حياة محدودة واتكالية جداً، وسبب تلك الاتكالية هو أن العالم من حولهم ليس مصمماً بشكل متاح لهم. ولكنني أتفهم أيضاً أنه من غير العملي أن نتوقع أن العالم من حولنا سيتغير. لا يمكنك وضع ملصق بريل على كل شيء من حولك، وكان هذا محفزي، هو أننا يجب أن نستخدم التكنولوجيا، وذلك للحرص على جعل العالم مكاناً متاحاً للأشخاص فاقدي حاسة البصر. وهو برنامج متوافق مع الأجهزة، وذلك يعني أنه يمكن تحميله على أي جهاز مزود بكاميرا عليه. أجل، علي إذن أن أحدد الشيء الذي أبحث عنه، وكمثال أبحث عن كرسي الآن، ويمكنني مسح المكان باستخدام هاتفي، وحالما يرى كرسياً سيعطيني تنبيهاً واهتزازاً ليعلمني بوجود كرسي أمامي مباشرة. ستارت أب كافي بيج فلور، فطور ستارت أب المتأخر، 3 يورو كرواسان، جبن، سلطة، سمك سلمون مشوي، دجاج بالبهارات. يستطيع تطبيقنا تمييز المكتوب بدقة بالغة. إذن إن كنت شخصاً مكفوفاً وأردت معرفة ما الموجود على القائمة، لم يعد علي أن أسأل أحداً الآن، فقط ألتقط صورة والتطبيق سيقرأها من أجلي. إنه مرافق يعزز حواسك حقاً، حيث يعزز حاسة البصر لدى الشخص المكفوف، أي أنه بمثابة مرافق أو مساعد كما قلت. هذه هي ماهيته، إنه عبارة عن مساعدة إضافية. بالنسبة للمطورين، الهواتف الذكية ذات القدرة الحاسوبية المتزايدة مساعدات جيدة، لكنها تتطلب استخدام اليدين. تمكن السماعات والنظارات المكفوفين بالمقابل من تمييز الأجسام والنصوص والبيئة بسهولة أكبر والتفاعل معها بشكل مستقل.
موظفو الشركة الناشئة للمكفوفين يختبرون البرنامج في البيئات اليومية. قراءة المترو مركز روتردام 7 MI 3 مسح النص محطة راندستاند ريل 60 الخيار الأفضل 60. إنه دقيق جداً نظراً لكونه خريطة طريق. لقد انذهلت من كميات المعلومات التي يقرأها. إنها أداة مفيدة جداً لي عندما أسافر إلى مكان ما. تستطيع أدوات المساعدة البصرية أن ترى البيئة إن صح التعبير وتحللها وتصفها في حال وجود التباس، وهذا يمكن الشخص المكفوف من تحديد وجهته باستقلالية أكبر. تحديد وصف المشهد رصيف حجري بسلالم مع لافتة على طرفه، أو يتم الاتصال بالمساعدين للدعم حيث يتولون مسؤولية الرؤية. مرحبا ماريندا. مرحبا أنيشا، هل ساعدتني في الوصول للباب؟ أجل بالتأكيد. سيري بشكل مستقيم. حسنا. وعليك أن تستديري إلى اليسار قليلا. أجل، والآن بشكل مستقيم إلى اليسار أكثر قليلا، والآن مباشرة يجب أن يفتح الباب بشكل آلي. لقد فتح. مرحبا. أي ذراع تريدين؟ اليسرى. حسنا. حاليا هدف التطبيق هو مساعدة المكفوفين في معرفة ما يدور حولهم، لكن مع تطور هذه التكنولوجيا ستظهر تطبيقات عملية ليست تفيد فقط المكفوفين ولكن الجميع. إذن العين البشرية مذهلة، لكن أعتقد أن بإمكاننا استغلالها بشكل أكبر بكثير من خلال تعزيزها بالذكاء الاصطناعي. إطار نظارة خاصة تم تعديلها من أجل مرضى زراعة الرقاقة قبل العملية، ولاحقاً الكاميرا عليه ستحلل البيئة المحيطة من خلال المعالج المدمج، وستترجم الصور إلى إشارات تستطيع الرقاقة والشبكية فهمها. من أجل التحضير للجراحة يجب قياس حجم العين لتحديد موقع الرقاقة بالضبط. اليوم النظر إلى مؤخرة العين يوفر احتمالات مختلفة تماماً مرتبطة بالتقنية. لا تعد العين مرآة الروح فقط، بل هي عادة مرآة الصحة الشخصية، ويمكننا تشخيص أمراض كثيرة من العين والتي لا تظهر في أي مجال طبي آخر والتي ليس لها أي علاقة بطب العيون. بفضل تحليل الملايين من صور خلفية العين على مستوى العالم، تم بناء قواعد بيانات لمرضى مصابين بمئات الأمراض المختلفة غير المحصورة بالعين. مع الذكاء الاصطناعي يمكن تحليل هذه الصور بحثاً عن مؤشرات محددة. هذه الدلالات الحيوية التي نميزها لا تعد محددة جداً، بحيث يمكننا رؤيتها من النظرة الأولى، لكن يمكن ترشيحها باستخدام برمجيات حاسوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي للبحث عن أنماط محددة، وثم تمييز هذه الأنماط من الشبكية، حيث إن طبيب العيون المتمرس سيقول إنها تبدو تماماً كالأخرى، لكن هناك دلالات حيوية صغيرة، وهذا هو هدف مشاريعنا البحثية. استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير خوارزميات يمكن استخدامها للعثور على المؤشرات المبكرة للأمراض العامة الأخرى. بعد انتهاء الفحوص الأولية أصبحت رقاقات الشبكية جاهزة للزراعة في زولتسباخ. لما يجب أن يكون موقع الرقاقة في العين والنظارة متراصفاً بشكل مثالي. الزرعة هي عبارة عن رقاقة كهروضوئية، وهذا يعني أنها تستطيع امتصاص الضوء من البيئة وتحويله إلى إشارات كهربائية، لكن الضوء المنبعث من البيئة العادية ليس قوياً كفاية، حيث يصل جزء صغير من الضوء فقط إلى العين. ما علينا فعله بعدها هو أن نقوي الضوء، ومن ثم تعمل وحدة خاصة على إسقاط أشعة تحت حمراء ذات قوة كافية إلى داخل العين، وهذا الضوء يمكن تحويله بوساطة الرقاقة إلى إشارات كهربائية، وحينها يحدث إدراك بصري كاف. عندما تفعل الرقاقة بعد الجراحة يجب أن يتمكن المريض من رؤية الأجسام والأحرف مجدداً في مركز مدى رؤيته البصري. الجراحة ضمن نطاق التجربة السريرية تم التدرب عليها،
لكنها ما زالت تحدياً جديداً، وللمرضى المختارين للدراسة المجازفة مرتفعة. معقدة جداً تقنياً، إذ رقاقة الزرع يتم إدخالها إلى منطقة في عين المريض مدمرة بالتنكس البقاعي. لهذا الغرض الشبكية الرقيقة والتي تبدلت معالمها وأصيبت بالندوب من المرض يجب رفعها بشكل يدوي، ثم من خلال دفع الزرعة داخلها تدفع الرقاقة داخل الشبكية المجهزة. الرقاقة نفسها قياسها هو مليمتران بمليمترين فقط، ويجب أن تكون متراصفة بدقة وموضوعة داخل بنى الشبكية الرقيقة. إن نجح ذلك يتم تثبيتها في موقعها بحقن الجسم الزجاجي بسوائل جديدة. انتهينا. أنا سعيد جداً وفخور جداً بكل أعضاء الفريق. كانت عملية الزرع ناجحة وأعتقد أنها ستكون مفيدة جداً للمريض. بعد الجراحة الكاميرا وجهاز الإسقاط في النظارة تجهز من أجل التدريب. على المريض تعلم مراصفة جهاز الإسقاط مع الرقاقة. لا تزال الرقاقة ضمن الفترة التجريبية لثلاث سنوات في أرجاء أوروبا، لكنها قد تكون أملاً لملايين من الناس. سنحاول الآن التدرب على المراصفة. عندما بدأنا قبل 25 عاماً أناس كثيرون قالوا لن تنجح أبداً، هذا مستحيل، هذا خيال علمي، لكننا وصلنا الآن لمرحلة لم يعد أحد يشكك أبداً بقول لا وجود لهذا، شيء كهذا لن ينجح، بل تقدمنا لدرجة أن الناس يسألون إلى أي درجة ستتحسن؟ ما حدود التقنية؟ هل يمكن استعادة البصر الطبيعي؟ والسؤال عن وجود هذه الرقاقات أو إمكانية تطويرها لم يعد له أي مبرر. بعد 14 يوماً حان موعد القياس الثاني في لندن. أنت جاهز؟ أجل. يو إي. الاختبار صعب جداً حيث يظهر أشياء بالكاد تقريباً يمكن تمييزها بصرياً. M U H. الحروف ذات التباين اللوني الأدنى تضع مختلف المستقبلات في الشبكية في الاختبار. Y U. العلاج بالضوء الأحمر والذي يستغرق بضع دقائق يومياً يجب أن يحسن وظائف الميتوكوندريا في الخلايا المستقبلة. U M. حتى التحسينات الصغيرة في رؤية الألوان قد ترفع مستوى الإدراك البصري، كلما كان أكبر سناً يزداد التأثير. تي إي. حسناً، ما الأخبار؟ أتريد رؤية النتائج؟ أجل. نتائج اختبار المقارنة تظهر سريعاً. شكراً. إذا نظرنا لنتائج هذه العين التي اختبرناها انخفضت النسبة كما ترى، وهذا أمر إيجابي، وإن نظرنا إلى العين الثانية تبدو بحالة جيدة جداً. تقولين إن الفرق في حالتي هو 20%. أجل، هناك فرق بنسبة 20% في ارتفاع المدرجين التكراريين، ويعد الفرق بين هذين الاثنين ذا قيمة إحصائية. عجباً. والآن هذا أيضاً يدل على حقيقة أنك كنت موضوعاً جيداً. البيانات السلبية المتمثلة بارتفاع هذين الخطين فوق المدرج التكراري هي ضمن الحد القياسي. إذن نحن نعرف أنك موثوق ونتيجتك جيدة جداً. عجباً. عندما عالجنا بعض الأشخاص في عمرك بإعطاء دفعة واحدة من الضوء حصلنا وسطياً على فرق يبلغ 17%. لذا عند الربط بين النتيجتين هذا يعني فعلياً أن نتيجتك كانت أفضل من مجموعة الأشخاص الذين تم علاجهم بدفعة ضوئية واحدة، وهذا هذا رائع. أجل، هذا صحيح تماماً. يجب أن تكون سعيداً. أنا سعيد، التحسن 20% يبدو ممتازاً. أجل، إذن أنت أصغر بـ30 عاماً يبدو رائعاً. أجل، المشكلة هي أن كل الأشخاص الذين خضعوا للعلاج تمكنوا من تحسين أنظمتهم البصرية. الذي حدث هو أنهم لم يلاحظوا الفرق بشكل تلقائي، لاحظ بضعة أشخاص ذلك، وهؤلاء الأشخاص هم مراقبون شديدو الانتباه، أي أنهم يحدقون بالستائر وهم على السرير في الصباح،
ويحاولون فهم الأشياء. غالبية الناس لا تلاحظ، لكن إن وضعناك في وضع شديد التطلب حيث عليك اتخاذ قرار فجأة، فلنفترض مثلاً أنك قبطان طائرة أو خلال القيادة سيتحسن أداؤك بالتأكيد. هدف دراسة جلين جيفري هو تحسين النظر الآخذ بالتدهور لدى الملايين من الناس بوسائل بسيطة. بعد تعديل المصابيح الكاشفة، النظارات البسيطة جداً من المفترض أن تفي بالغرض. هناك أشخاص يعانون من ضعف في الوظائف البصرية، حيث يواجهون صعوبات في مشاهدة التلفاز والقراءة والتجوال حول العالم، ما يعني أنهم قد يسقطون، وفي حال سقطوا قد ينكسر حوضهم، وحينها سيتم إدخالهم إلى المشفى. وحتى لو تغاضينا عن الناحية الإنسانية، فإن كلفة ليلة في المشفى 1000 جنيه استرليني، أي أن الحاجة لهذا هائلة. سيستمر الطلب بالتغير، وسيزداد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية. في مجتمعاتنا التي تتقدم في السن، نحن بحاجة إلى حلول بسيطة أيضاً. كما تعرف، متوسط العمر المتوقع هو بداية الثمانينيات، وأي شخص في بداية الثمانينيات سيكون قد فقد ثلث تلك الخلايا المستقبلة للضوء في مركز العين، أي أن هناك دافعاً كبيراً، صحيح؟ ونعلم، وفي حال أبقينا الناس أحياءً حتى سن 120، ستكون الغالبية العظمى مصابة بالتنكس البقعي، وهي فقط عملية تحدث بسبب احتراق الشبكية. إذن علينا أن نجهز أنفسنا لهذه الحتمية، ليس من أجل الناس اليوم، بل استعداداً لما سيحصل للناس بعد 20 عاماً. نحن لا نفكر في المستقبل، ناهيك بالتفكير في الأداء البصري لهذا اليوم. معظم الناس يبنون كامل حياتهم حول حاسة البصر. سيبقى الباحثون منشغلين في الحرص على أن يتمكن الناس من الرؤية.